يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رأيت شخصا في المسجد وقد رأيت شخصا في المسجد وقد وضع القرآن على الأرض مباشرة، فأخذته ووضعته على الحامل فغضب مني، وقلت له إن القرآن يجب أن يرفع، واستشهدت بقوله مرفوعة مطهرة، فهل استشهادي صحيح وهل فعلي صحيح؟ نعم، جزاك الله خيرا، وأنت علمت هذا الجاهل، أنت علمت في هذا الشيء، هذا طيب. نعم.